إصدار بدل فاقد لبطاقة التموين. خدمة تمكنك من إصدار بدل فاقد لبطاقة التموين. يمكنك البدء بالضغط على زر ابدأ الخدمة. يتم عرض كافة بيانات بطاقتك التموينية من بيانات البدال ورقم البطاقة التموينية وكذلك أفراد الأسرة المضافين على البطاقة. يمكنك الاطلاع على الشروط والأحكام بالضغط على كلمة الشروط والأحكام، ثم اضغط على مربع الاختيار بجانبها في حالة موافقتك على الشروط والأحكام، ثم اضغط على زر التالي. قم بإدخال البيانات الخاصة بالعنوان الذي تريد استلام البطاقة عليه بالتفصيل من خلال القوائم المتاحة أمامك، وهي المحافظة، رقم العقار، رقم الطابق، رقم الشقة، وتفاصيل أخرى بالعنوان، واضغط التالي، ويمكنك تعديل أي منها بالضغط على تعديل، ثم اضغط على التالي. اختر طريقة السداد من الاختيارات المتاحة أمامك، سواء بالبطاقة أو شبكة شركات التحصيل خالص. في حالة الضغط على السداد بالبطاقات مثل الفيزا والماستر كارد، أدخل بيانات بطاقتك بأمان. قم بإدخال رقم البطاقة الخاص بك المطبوع على الكارت، وأدخل تاريخ انتهاء البطاقة بالشهر والسنة، ثم أدخل الرقم السري، واضغط على سدد الآن. أو يمكنك تغيير طريقة السداد واختيار طريقة أخرى. في حالة الضغط على شبكة شركات التحصيل خالص مثل خدمات أمان، مصاري إلى آخره، وعمولة التحصيل تظهر عند ماكينة منفذ التحصيل، أدخل البريد الإلكتروني ورقم المحمول الخاص بك، ثم اضغط على التالي. سيظهر لك كود السداد وعداد مدة صلاحية. احفظ الكود الموجود في المربع أو التقط صورة له أو طباعته والذهاب به إلى أقرب منفذ سداد قريب منك، أمان، مصاري إلى آخره، وأخبر المسؤول أنك تريد السداد لمصر الرقمية وأعطه كود السداد، واطلب الإيصال بعد إتمام عملية السداد. تم إرسال طلبك بنجاح. يمكنك تتبع طلبك بالضغط على تتبع الطلب أو العودة للصفحة الرئيسية بالضغط على الرئيسية.